السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لحلقة من كلاش اوف كلانس. طبعا في هنا إنجازات كتير أنا عندي. طبعا في عنا المتجر، أنا ما عنديش أشياء كتار، عنديش أشياء كمان، فعشان هيك في عندي من الأشياء أنا. وراح أرجع إن شاء الله بحلقة جديدة من كلاش أوف كلان. طبعا البيت هي زي مكتوب جيش بفرقة مدي مستوى 7. طبعا هذه كبست يجي لا ماسك الجيش. طبعا هذا منيح كتير ممتاز، منصحك تستخدم عنه. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.